كان بس مهم اقول لكم كده لكل ليكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم. احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله، لله وشريف كمان في هذا المسار، ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى، هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن انا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى. مش عايز اطيل عليكم، كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله دايما مصر بخير وسلام وامان بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.